الفلسطينيون لا يتركون أرضهم، الفلسطينيون تعلموا الدرس، الفلسطينيون يعيشون ويموتون في ترابهم، وهذا هو صوتهم من غزة. الليلة سأبات في بيتي المهدم ولن أرحل. اللي طلع المستشفى 8، اللي بعرفه أنا 8، ولكن شو في عندي تحت؟ البيت فيه كان 200، البيت كان فيه 200، ما بأطفال نساء آمنين. يعني أنا لما انصرت القصف بقول مين عايش؟ بس يقول اسمه لأنه اختار. يابا مين عايش؟ يعني بكل صراحة هنيئاً لهذا العالم الحر، هنيئاً لأوروبا، هنيئاً للاتحاد الأوروبي، هنيئاً لأمريكا باستقواءكم على الأطفال والنساء. إذا بيعتقدوا إنه الشعب الفلسطيني سيذل أو يكسر، لا والله، والله لن يذل ولن يكسر ولن نرحل من هنا. أنا الليلة سأبات في بيتي المهدم ولن أرحل إلا أنا خرجت من تحت الركام. انظر يا بايدن، كل الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات التي أتت إلى غزة لقتلنا، أنا خرجت من تحت الركام. فيش عندك حدا؟ فيش عندك حدا؟ لحالك؟ طب بدك نوديك أمكان؟ فيش عندك أولاد حدا حتى؟ بدك ايش؟ الله يعطيك الصحة يا حاج. احنا اولادك يا ما بدك، بدك اي شيء حتى جاهزين، احنا بدك ناخذك عنا عطار جاهزين، ناخذك على سقال الارض هاي جنب بيتك. اذا بدك يا حاج بوديك عنا عطار زي امي يا حاج. الله يسعدك يا حاج.